ولقى في الله الحمد لله علماء هنا إن دور كان أكل أينوس ومجان ما أنت شرف وين واي إن علوم تاس لجارسيو هير ترتن أو أرضي ذي اللي لقيت رجلينا يو أرضي كو جوليستي فائز كا وعبد الله الشيخ إبراهيم برق ما شاء الله ده لا قوة إلا بالله وترتن كي جوهري إنه عيسو كلا إسلام أركاسنا لو ترتم أيوة حديث النبي جن محمد النبي تقولين حديث كل كيس الله يلي وعيسو قام قابس المؤسسة دوين محمد السادس ويكون ذيسين علماء أفريقيا يا مانت الوقب تي مجال هذا مقدس يا عاصمة الصومالية وأفضل المؤسسات يا فتى محمد السادس نجما قد أتى تدورا مشايخ الأفارقة تحفظا لنهجهم من مارقة شعارها ترابط الإخوان في كل بلدة من البلدان تزكية النفوس بالمعارف من النشاطات بلا مصارف لا سيما القرآن والحديث وفقهنا يا أيها الحثيث لبي صدن أرضي أو يسوي جراو ويلالي يقبلكو أصوح كبرتا ولماذا محدثين تا مقالة مقدشة يا كقب قلي ترتن كحديثك والدوني يني كسو بحان سدح أرضي سي سومالي يقوم التلان ترتن عالمية كاسو كقب قلي دونان سديد يافرتن دولة دو أفريكانا والغبر التميو حديث كان نبي أن محمد النبي جينا حديث كركيس الله يلا مناسبة ترتن كل جسوا بندقي وحكس وقيب قلي قاركم إذا علم هذا هو وين جيجا ذلك سوماليا يذا ترتن كنا يمجرها وهاين قاركم إذا علم هذا وين محدثين تسوماليا وورين وح مناسبة ترتن كدافري شق عدي فتاح محمد فارح الصولي وأه قبنا قابيها ترتن ك حفلة دي إن ما أنت وحي دارنتها يصير بورك بعد كاركيسان ترتن حديث كرسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللو سميه إن لغو صوبان لغو نتيجة دي عرضنا حوغا لغو سميه علماء الدين كيو بلشدة لتصو قيبو كمدة حديث تي لغو ترتمي أساسة محمد سادس للعلماء الأفارقة وأفريكا نحن إلى أفرتني سديد دولدود وأفريكا كوضع نشاط دينيد وحيابها أي قبطة مركا وحير إذن دول مرو سيدا هربو أرك جرتين ترتنك قرآنك وان قبن جرني وصوماليا أي انتا حلقا عردك قادنو وبنانك لقيو دول كأفريكانك إلا سوى ترتمان وليبا كالما أنك كيني جرني الحمد لله رب العالمين وحاجري دونا ترتمو أن نوعو ذا هرأي وقد عين صوماليا ومت كاني هردع وياهي هذا ما أنت وحان تاقن هاي إن لغو ترتمو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يفهم كفقه جودة يو معناها ألفاظ جودة ومفردات المعاني أرضي مركز سيدنا على البؤر اسمه تاسك دي بحاجة جابتك هاللي أركم إذا علم ذي ووينا يكسر قيب قال مناسبة ضع والله في الله الحمد لله علم ذي هنا إن دور كان أكل أينوس ومجان إلى هاي فلدقيس وحبضنا أنك أرقني ومساجد لقوا وضع دروس متنوعة تفسير حديث فقه اللغة العربية علوم الإسلام كله جري ما أنت شرف وين واي إن علوم تاس لجارسيو هير ترتن أو أرضي ذي اللي قدي رجلينا عالم كان اللي تسينا إن دل كان وهي ظروف كسوسو كجرو إن دينتي ما شاء الله ميل في عنا كجوجان أي كم رأيان أي لا ترتمي كران عالم الإسلامي أي كلا ترتمي كران مركوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلهي هزياديو آدي آدان وقفر حسن هاي وأنا بقاجينينا إن أرنتان آد حوق الله سارو أرنتان وأرنا آدو قيمة بضان وأنا أونق أن هذا كهر دلك كتشري شرينين حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم حفظي يساء إن لإسكو الترغيبيو أو لإسكو الدردرقليو أرين آد أم مهم أوهي هذا علماء دي يوه رئيسي بانا وركي سرمييين وسيدي هذا الشيخ مبوس أو شيغيي مسكح ديادو ومدان صوماليادو غدا عربي غانا وي أوف فرانتهي وأفكو ذا بأف عربي
حفظنا وأسهلنا هذا المركز كده إنه حديث حفظ جيدا ولا يبون أسهلنا عمل كالك اللوجو جهينو يه عمل دينه أو أخروي أه أو آخرة إني الدنيا ذي النبا عن كهر مرني قديما وحديثا علماء كأبتر ستاهل سنة والجماعة دائما يقول إدغن كوضوها إني مر والبوه أتاقنا ذان سيدي الله مرين لها ضد صومالية دائير مارتي أن حفاظ الحديث مارتي ليس كوضا كسو بيريا إنو الله نتوسي واقع وحنس الله يهي تاريخها إنان سوا أرق مارتي إن شاء الله تعالى ترغيب ما شان كرعي وتاريخي النصوى مرن مجلس إن شاء الله تعالى خاصة دروس تيسي ونصوى عرقنا الحمد لله لكن يضعوا سعى عالمية لو باهين يو مارت إن شاء الله تعالى ضد صوماليادنا أي مارت إن شاء الله تعالى كالماسي أي كتران أما أقوانت إنتا لأيك أي صوبان ديقيان أي رقي دمران وكلا صوعنا نورت إلهي نكوم هذينينا أولا وقبل كل شيء دادكي علماء ها جهدي بحيي أما ها نقدين طلبة أما ها نقدين مدرسين تنا وما هذا اللبات ينسينينا إن شاء الله نبقى عليه الصلاة والسلام سي أو ضمنينا الصحابة مسابقة وقبن شري عليه الصلاة والسلام ووحا جرتي حديث أورينا يا إمام البخاري رحمه الله تعالى أو صاريو راوغا وكورينا يا هنا أو يا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مالين سانو كليتو أيضا الله فديو يا نبي وأصحابته وحو سؤالي معنا وحو صدر حي سؤال وكو اختبارنا يو أن أصحابته النبي عليه الصلاة والسلام سوء أغاده بل وحا علمي يوضو إيوه ماشي أغارسي سيهاي كل كاسو وحو يري إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني عنها ما هي وحادرت كمذ جيد أن علنتي سدعين أن لنا مذ أقف كمسلم كاه مؤمن كاه إيغا شاكي جيد كاس محوية كلمة مركة حدثوني عنها وما هي كلمة صديق الله في رشو وان مصابقة ديون وسؤال نبي سوچي دي عليه الصلاة والسلام ونسوچي دي صحابتي رضوان الله تعالى عنهم ما انت وحان حاضرون هاي حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام الحديث النبوي الله سمعنا مصابقة حفل الله دي هايو وحي كمت هاي رنتي براروكا سوماليا ومارت حق علمك يا قانتا هرمرنت علمك يا قانتا ومانت الله غبر رغيبه كم التهي وحايدا لنا جزاكم الله خير الهي نوغد مدافو كلن كاني فديغان الله نوغد مدافو علمي كسو شقايس امتحان كسو قادين دمغود الله دافو مركا وحان هدا كور اركي شعد يفتح خير الله سيو ومسابقه القران كيناي شريف ابراهيم يو اردي صومالي انت لغا قادي كلمة soo galay ayaan hadda ka hor daawaday marka quraanka iyo xadiidkuna waa mataano kala ma haran maanta hadii la keenay musaabaqadii xadiidkana waan hanbaliyeynayna waa bogaadinayna hadii Soomaalida awal lagu yaqaanay quraan lagu yaqaanay oo shanta qaaradood ay geeyeen haddana waa kara hadda qariinul quraan ala wa inni أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه هذا كدرين حديث رسولك وبلغوا عني ولو آية نبي أمره يلي يبلغ الشاهد منكم الغائبة أدنك ندتك إنا قارسيسان نظر الله إمران ودو إن وائفه يا نبي بلغ قاضي أصحاب الحديث هذا خاصة إليهن دتك صلق النبي وقبضا وآيك محايا لمركز النبي الله شهو عليه الصلاة والسلام وكسلنا أيان خلفة النبي وآيك حديث بأنه وحو كير خلفاء إذا متقانين وحو كشها يددك قدال كإيمان هاي وحديثي سورين هاي وددك بره هاي ولذا سفوين بهاي سارقة حديثة علم حديث كنا شرف وحا أقفل النبي صلى الله عليه وسلم الله نسبين هاي إلهي وحان الله نعماء سنوبة ديوه نوزياد ديو تخريج بيان ضد أنها كصوبحين مشايخ ذا نوع أخر سنة خير كود الله بديو
نمنك دولابتان إلهي هبركيو نعمة عسل الدائم عندر دار مهيا دتكنا هلوسي فائديو وحانو أركا مقام كان أنه مقام وين يهي وآدي آد الله قبهنا كلمة دي ده وحان كعبرا يا جهدي قاس جهدي قبهن إن لووضو أو لإسكا كاشدو أو كو حقيقو بهايو دين تينا إسلام كحفظ جيد وكو حقيقو بهايو قيبا بدان وحد بايكا كوبان تهي ضدك واحد دياريي ومعلمين تأه وشائخين تأه محدثين تأه ضدك أسهدين للاقي هاي حد يتوهرتان وصوما بحدين ومهم انت سكدب علمة دي وويناء محدثين تأه قروضين تكا ترتنكا يا سؤال ويديني ترتمياشا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. روى الإمام البخاري رحمه الله عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته قال العلم. الري بكسر الراء اللبن يجري في ظفري. قوله فما أولته معناه فبما عبرته. قدام بنتي وحان نتيجة ترتنك كل واقعي دكتور شاو بكر حسن مالين وأه قدوميها قدي قرصور كترتنك بركاته وحان كل واقعينا نتيجة إن شاء الله تعالى الصنف الأول وأها ككوبنا أفرتن حديث إن لحفظيه سندا ومتنا أردك كو قوليستي فائزكا وعبد الله الشيخ إبراهيم برق ما شاء الله لها لا قوة إلا بالله سنفقا لبعض أردك كو قوليستي وزكريا سليمان سعيد الله أكبر ولله الحمد سنفق السدحات وحكوك وليستي عبد الرحمن محمد محمود الله أكبر ولله الحمد أرضي ما شاء الله أن ندهنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحكروا أن أشيقنا أرضي السدحات وليستي عبد الله الزكريا يا عبد الرحمن سده ربا أن أقبر رجيني أفرتن إيه سداد ووضن أي الله ترتمي دونان أرضيك سعتا مركوحان رجينينا إن أي وضنك الصومالية أي شعبك الصومالية أي قول أي أسو هويان وصومالية أي كسو بحضة ترتنك الحديث الشريف النبوي وأن مقالنا كل وسائل الإعلام أي الله جاي علامين دونا أفرتني سديد دل أرضي الله ترتمي أرضي سهلا معها مسؤولية علوس ومسؤولية الشعب أولا مسؤولية الجميع أي قادي أرضي أسمرك وحان ربنا مقع أمدا يمقع الصوماليات با إن أوسن هوس أدقين بل كر أدقو وأرضي والبا أكود دالو سيدو دالك يومد الشرفتو دا وكر أقاد لها وشرف وين أسوه يتو أمدا صوماليات يففال خير لأمو جنيو كر أقاد استحديث النبي جنة محمد النبي جنة حريس كركي سال الله يلي